سيادة الفريق أسامة ربيع، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. عايز أعرف بس شعور حضرتك ايفر جيفن، تعود مرة أخرى، عملته إيه واستعديته إزاي؟ إيه اللي حصل؟ هي طبعا هي كان مهم جدا إن هي تعود تاني. أولا لإثبات شهادة الثقة لينا في قناة السويس، بالرغم إن هي كانت عاملة حادثة عندنا، إلا إن ثقتهم بإن اللي حصل ده كان خارج إرادة قناة السويس. وان الاجراءات اللي اتخذت لانقاذ السفينه دي ما كانتش ممكن تحدث الا مع المصريين وفي قناه السويس، لان طبعا بنتكلم على مركب كبيره عملاقه طول 400 متر وحموله 240 الف طن و18 حاويه وغاطس 15 متر ونص، يعني تقعد ست ايام منظر ده وتطلع سليمه، مفيش خدش في المركب، مفيش حاجه في البضاعه حصل لها حاجه، مفيش حاجه جرى له حاجه وتعود على مكانتها. فكان ده برضه ايه يعني شهاده ان الاجراءات اللي اتخذت سليمه، سواء في عمليات الانقاذ او حتى في التفاوض اللي خد مده كبيره. وكان مدير الشركه طلع وطبعا شكر هيئه قناه السويس على المجهود اللي عملته سواء في الحاجتين يعني. وكان في ناس شككت بقى ان لا دي الشركه ده كذا، ده في حاجات كذا. لكن بعوده السفينه طبعا ده يدل ان الناس واثقه فينا، واللي اتعمل كان مظبوط، وزي ما بيقولوا هي شهاده ثقه. طبعا احنا الاجراءات اللي بنتخذها هي اجراءات واحده لكل السفن اللي هي العملاقه الكبيره اللي زي ايفر جيفن. بيبقى فيها دايما اثنين قطره مصاحبه معاها طول المشوار كله، بورسعيد لغايه، كان جاي بورسعيد نازله السويس عشان رايح الصين، معاها اثنين قطره طول المجرى كله، وفي اثنين مرشدين كبار مرشدين موجودين على المركب بيبدلوا ثلاث مرات، سواء كان في بورسعيد او في السويس او في اسماعيليه او في السويس. لا ما كانش في اجراءات زياده المره دي. لا مش اجراءات، المركب معديه 22 مره قبل كده، وفي اكبر منها عدى يعني. احنا برضه مش يعني مش عايزين ندي حاجه زياده لحاجه ما تحتاجش يعني، ده برضه توفير اقتصاد في القوه، ما دام انا مش محتاجه الموضوع وحدات اكتر او اجراءات اكتر، هي اجراءات بتاخدها مظبوطه. سياده الفريق حمولتها قد ايه المره دي؟ لا هي نزلت، كانت البضاعه هي راجعه فاضيه عشان تخش الحوض في يعني حوالي 180,000 تقريبا او 170,000. ده بيدفعوا فلوس ولا لا؟ طبعا دفعوا كام؟ العبور العبور لا انا مش عارف بالظبط كام ولا يعني نجيبها لسه، يعني بنجمع الفلوس كلها في اخر الشهر ونقول المركب كام، لكن بتدفع طبعا، بتدفع بتدفع طبعا. سياده الرئيس النهارده مفيش مركب ما بتدفعش، اجتماع سياده الرئيس النهارده، وربما سيادتك عرضت تقرير كامل، وايضا يعني توجيهات سياده الرئيس فيما يتعلق بالاجراءات اللي احنا بنعملها في قناه السويس. طبعا هو سيادته طبعا اهتمام مستمر من سياده الرئيس على الرئيس على طول بأداء الهيئه ومعدلات عمر السفن والعائد والتطوير اللي بيتم في الهيئه والشركات، كل دي حاجات دايما سياده الرئيس بيسال عليها ومهتم بيها جدا. مثلا احنا النهارده طمناه على الايرادات خلال من يناير 2021 لغايه يونيو لغايه اغسطس يوم 20/8 يعني 21 مقارنه بنفس المده في السنه السابقة. فقلنا له ان عدد السفن في 2020 في الفترة اللي هي من 1/1 ل 20/8 كانت 11,916 سفينة. وفي 21 كانت 12,640 سفينة بزيادة 6.1%. وان الحمولات كانت 736 مليون طن في 2020، وفي 21 كانت 786 مليون طن بزيادة 6.8%. والإيرادات كانت 3,490 في 2020، و في 21 3,880 بزياده 11.2%. يعني طمنا ان الايرادات برغم لسه موضوع كورونا لسه شغال وفي تاثير لسه على الاقتصاد العالمي بتاع، لان احنا كانت الاجراءات اللي احنا خدناها التسويقيه المرنه ما زالت مستمره ما غيرناهاش، لان احنا شايفين برضه لغايه اخر السنه يمكن يبقى لسه في تاثير لكورونا، وبعد كده نبدا نحدد ايه اللي هيحصل السنه الجايه. فباستمرارنا في هذه السياسات التسويقيه والتطوير اللي احنا بنعمله في مجرى الخدمات اللي احنا بنقدمها للعملاء، كل دي نجحت طبعا في انها تجذب سفن جديده، وانها نحقق خلال العام المالي السابق اللي هو من 1/7/20 ل 30/6/21 اعلى ايرادات في القناه كله 5,840 مليون، وان شاء الله نامل ان احنا السنه نحقق 6 مليار باذن الله. نامل 6 مليار ان شاء الله باذن الله، رغم التخفيضات اللي عاملينها مش كده وتسهيلات. انا ما تخطط يعني نجحت في انها تزود عدد السفن والحفلات كبيره، ويعني هي ما كانتش عامل معاكس ولا حاجه، بالعكس كانت عامل جذب، لان احنا ما كناش عملنا كده، كان في سفن من اللي بتجي لنا اساسا وقفت ما بتعديش ومش راح الطريق تاني، لكن هي خلاص نتيجه ظروف الكورونا وعدم التشغيل وبعض المواني فيها
سلو داون في الشغل نتيجه كورونا، فكان لازم نجذب سفن جديده تعوض اللي حصل ده. فالحمد لله اللي احنا عملناه ربنا وفقنا فيه واتخذنا القرار ده طبعا بتوجيه من سياده الرئيس، ونجحت الحمد لله وماشيين فيها. هو يعني احنا ماشيين في الكلام ده من 2020، يناير 2020 احنا عاملين التخفيضات دي، نجحت معانا في 2020 ونجحت معانا في 2021، هنستمر لاخر 21 نشوف ايه اللي هيحصل. سيادة الفريق، التطوير وصلنا فيه لحد دلوقتي في التوسعة او توسعة القناة. شوف حضرتك احنا دلوقتي شغالين طبعا في البحيرات المرة الصغرى عشان نعمل الازدواج اللي موجود في ال 10 كيلو. وهننتقل بعد كده للمنطقة الجنوبية اللي هم 30 كيلو التانيين اللي حاطين فيهم من 40 متر جهة الشرق جهة العرض يعني القناة. والعمق من 66 ل 72 ألف. احنا شغالين دلوقتي صحيح ببطء شوية لسه مهمة ميش كان حصل برضه ان في ناس كان جات لها كورونا كده من اللي بيسلموا الكراكه يعني. فهتبدا تخش ان شاء الله، كنا معتمدين انها تخش على 15/8. هتخش ان شاء الله على الاسبوع الاول من شهر 9. وبالتالي طبعا المنظر هيختلف خالص. في احنا عاملين دلوقتي حوالي 4 مليون او 3 مليون 8 من 10، يبقى عاملين 4 مليون. فيبقى يعني لسه الموضوع شغالين بكراكات بتاعتنا البسيطه، لكن دي بقى لما تخش دخول الكراكه مهمه مش هتفرق معاكم؟ طبعا طبعا 3600 متر مكعب في الساعه. يعني طبعا وبعد كده اخش حسين طنطاوي بعديها بشهر. هيبقى خلاص بقى يعني احنا دلوقتي يعني زي ما بنقول احنا بنقول بنسخن يعني شغالين. لكن الشغل مش واقف يعني من ساعه تشريف سياده لحد ما 90 بالقوه الضربه، لغايه 90 بالقوه الضربه بتاعتنا. الله ينور عليك، لغايه 90 بالقوه الضربه الموضوع هيفرق تماما ان شاء الله. وشركه التحدي هتخش بقى تستلم مننا البحيرات المره الصغرى. واحنا ننزل نشتغل في ال 30 كيلو اللي في الجنوب، احنا شغالين على السوا في الاثنين ان شاء الله نخلص وقت كويس. هل في يعني توقيت محدد نكون مخلصين؟ احنا محددين ان هم 24 شهر ان شاء الله. وان شاء الله هخلص قبليهم باذن الله بدخول يعني ان شاء الله الكراكه مهمه مش حسين طنطاوي. هنشوف كده الانتاجيه وهنعدل تاني التوقيتات، لان طبعا الكراكات دي بتشتغل الحدود 18 ساعة في اليوم. فبتطلع انتاجية كبيرة اذا كده بتشتغل يوم كامل. لا هتحقق قدرة كبيرة طبعا، لان احنا محتاجينه كمان عشان طبعا القاع الصخري حضرتك عارف في الجنوب دايما بنتكلم احنا القاع الصخري. فالكركات اللي عندنا الاربعة اللي شغالين دلوقتي طبعا بيشتغلوا على استحياء، يعني موضوع الصخر بيجي يؤثر معاهم في الضوافر بتاعة الكراكة وكده. لكن لما تخش بقى ان شاء الله مهمه مش حسين طه هتبقى بيه بسرعه، لان موضوع الصخر عندها هي اساسا مجهزه انها تستخدم في القاع الصخر. سيادتك اشرت لاصابات، اصيبوا منين اللي هي الاطقم اللي شغاله على مهمه ميش؟ كانوا بيخرجوا بقى كل يوم وبتاع. كانوا بيخرجوا في السويس وفي يعني كبير عددهم كتير؟ لا لا ده هم ثلاث انفار بس. ثلاثة وقفوا بقى شويه. قلوا يعني فوقفوا شويه فبدا التسليم يقف شويه، دلوقتي اشتغلنا تاني الحمد لله. فاحنا بيتكلف التطوير ده قد ايه سياده الفريق؟ في تطوير ايه؟ تطوير الـ الـ القناه اللي هي قبل اقل من سنتين زي ما سيادتك بتقول، بيتكلف ان شاء الله فلوس قد ايه؟ التكلفه هي طبعا احنا كان سياده الرئيس وجه ان احنا بنعمل الموضوع ده بكرياتنا وقدراتنا احنا، فاحنا مش جايبين حد من بره، يعني التكلفه هتبقى كلها من القناه من العائد. ودي برضه حاجة مهمة يعني، أنت تشتغل بقدراتك أنت بس، ما تكلفش الدولة عبء مادي. وكراكاتك موجودة وجبت كراكتين جداد وعندك الأطقم فخلاص احنا بنشتغل طبعا بإمكانياتنا وقدراتنا وننتج إن شاء الله بدون تكلفة كبيرة، يعني هتبقى المصاريف بس الوقود والعمالة فقط لا غير يعني. نعم مفيش أي أوفر هيد على المشروع يعني إن شاء الله.